أهلا بكم إذن إلى نافذتنا الثقافية والتي تطل علينا منها كل يوم السبت الشاعرة المغربية وداد بن موسى. أهلا بك سيدتي. أهلا سيدتي. إذن ستخصني صين هذه النافذة هذا الأسبوع للحديث عن أبرز الأحداث الثقافية التي عرفتها بلادنا هذا الأسبوع. صحيح الأستاذة صفية، هذا الأسبوع في الحقيقة عرف عدة أنشطة يعني، ولكني اخترت للمشاهد الكريم حدثين إعلاميين ارتبطا من حيث المناسبة بالاحتفاء بالذكرى 50 لتأسيس مجلة أنفاس الشهيرة التي يعني تم الاحتفاء بها في المكتبة الوطنية يوم الخميس المنصرم في أجواء احتفائية كبرى، حضرها العديد من مثقفي وفاعلين ثقافيين في المغرب. صدور المجلة التي كانت سنة 1966 والتي توقفت اضطراريا سنة 1975، هذه المجلة التي أنشئت بمبادرة من ثلة من مثقفين آنذاك من شعراء وفنانين تشكيليين، أذكر منهم الشاعر عبد اللطيف اللعبي، الشاعر مصطفى النسابوري، الشاعر محمد خير الدين، والفنان التشكيلي محمد المليحي، والفنان محمد شبعة رحمة الله عليه. هذه الاحتفالية ستعرف أو عرفت مجموعة من الأنشطة، انطلقت يوم الخميس المنصرم كما قلت كما أسلفت، ومن بين هذه الأنشطة معرض رسامي أنفاس الذي سيستمر إلى حدود 30 أبريل، عرض شريط وثائقي تحدث فيه المؤسسين لهذه التجربة عن ظروف التأسيس وكذلك انطفاء هذه التجربة، مناظرة حول العودة إلى أنفاس يعني التي هي مستمرة خلال هذه الصبيحة، ولن تنتهي هذه الاحتفالية إلا بأمسية شعرية كبرى للشاعر العربي الكبير أدونيس. نعم. الذي هو ضيف شرف هذه الاحتفالية. نعم، هناك يعني فرصة لمشاهدينا لمتابعة يعني المعرض الفني الذي يقام بباب الرواحة إلى غاية 30 من أبريل كما ذكرتي. صحيح. أستاذة وداد، هناك كذلك حدث مهم عرفته مدينة طنجة يتعلق ببيت الصحافة. طبعا، أما ببيت الصحافة فقد احتفلت بيت الصحافة بالذكرى الثانية لتدشينها من طرف صاحب الجلالة، وهي مناسبة كانت مناسبة لإقامة يعني ورشة ندوة مائدة مستديرة حول الإعلام وأسئلة الإصلاح الذي التم حول هذه المائدة، يعني ثلة من المهنيين والأكاديميين والمسؤولين والخبراء يعني حول تدارس وجهات نظر حول موضوع الإعلام ببلادنا واقتراح البدائل في للنهوض بهذا القطاع في بلادنا، فهنيئا لبيت الصحافة. وبالمناسبة يعني أقيم معرض حول يعني أؤرخ لقرنين من العمل الصحفي بالمغرب من خلال عرض وثائق نادرة واستثنائية لصحف صدرت بمدينة طنجة الرائدة في مجال الإعلام. إذن الحدث الثالث أيضا، للأسف الساحة الفنية تفقد العديد من الأسماء سواء في المغرب أو كذلك في العالم العربي. صحيح الأستاذة صفية، للأسف المغرب الثقافي والإعلامي عاش ألم الفقد لكثير من أوجه الثقافة ببلادنا. الأستاذ الراحل الكبير رزئنا بوفاته أو برحيله الفنان الأنيق السيد العربي اليعقوبي الذي يعتبر بحق أيقونة عالمية ليس فقط أيقونة وطنية. قد اشتهر الفنان الفقيد بكونه أحد مؤسسي فرقة المعمورة ومصمم أزياء لأشهر أفلام العالمية كفيلم عمر المختار ولا ديرنيير تونتاسيون دو كريست. كما فقدنا كذلك اسما كبيرا في النضال الوطني ضد المستعمر الراحل الأستاذ سيدي إدريس المسفر رئيس هواة الموسيقى الأندلسية بالمغرب. فقد المغرب الثقافي اسما نسائيا وازنا وقلما متميزا، الأستاذة القاصة ملكة نجيب رحمة الله عليها. في مجال الموسيقى أيضا فقدت مدينة طنجة العالية صوتا ظل يتردد في أذن المستمع المغربي، إنه الفنان الراحل محمد العوامي.
ولم ينتهي الأسبوع إلا وتطال يد الموت أيضا أحد أهم صناع الصورة بالتلفزيون بالمغرب، إنه المخرج المبدع محمد قصيب رحمة الله عليه. لكن في الختام لابد أن تبقى شرفة الأمل مفتوحة والاعتراف بالنبوغ المغربي في كافة المحافل. وهنا لابد أن نهنئ جميعا الدكتور سعيد يقدين على فوزه بجائزة الشيخ زايد التي تعتبر من أهم الجوائز الأدبية الرفيعة في الوطن العربي. هل حدثتنا يعني عن قيمة هذا الكاتب وهذه الجائزة؟ طبعا هذه الجائزة مهمة جدا، وقد حصل عليها عن جدارة واستحقاق هذا الناقد الذي يعني أكد حضوره الوازن من خلال أعماله النقدية المتميزة جدا في المجال الأدبي والثقافي ببلادنا. نعم أستاذة وداد بن موسى الشاعرة وذات الحس المرهف، نشكرك على هذه الإطلالة الخفيفة على مشاهدينا.